أنا جميلة من قناة جوجو فاشن. اليوم راح أوريكم، بما إنه طلبتوا مني كتير في سناب شات، اللي ما ضافني في سناب بسرعة شوفوا سنابي هنا، بسرعة أقول لكم تعالوا ضيفوني. راح نسوي ماذا يوجد فيها طيبتي. إذا حابين إني أسوي لكم روتين الصباح للمدرسة فاكتبوا لي بالكومنت. قبل ما نبدأ المقطع، إذا أنت واحدة من فاشينيستا جوجو فاشن فلا تنسى تحطي لي زر اللايك، وإذا حابة تنضم لفاشينيستا جوجو فاشن فبليز تحطي لي زر الاشتراك. فما طول عليكم المقطع ويلا نبدأ. أول شيء ونبدأ في السحب، أو نبدأ دحين في الإكسسوارات أو الشفاصات. فأول شيء اللي هي هذه الشباصة، هو من سنتر بارن كده أتوقع، أو من محل الأطفال من المكابول. وكمان هذه الشباصات أتوقع من الإكسسواريز. فخلصنا دحين الإكسسوارات أو الشباصات، الحين نبدأ في السحاب الصغير. أول شيء واللي هي اللي هو هذه التعليقة، كمان برضو من سنتر بوينت. نبدأ في السحاب الصغير. أول شيء واللي هي مسطرة، كمان دفتر رابع، كمان دفتر بالشكل زي الثاني، خمسة دفاتر اشتريت. فبس هذه هي أشيائي اللي كانت في شنطتي. وزي ما قلت لكم، إذا حابين إني أسوي روتين الصباح للمدرسة اكتبوا لي بالكومنت، حطوا لي لايك والاشتراك، كمان حطوا الشير، حطوا زر الجرس للإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد أنا بنزله. وباي.